بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مين؟ احنا وصلنا كده الصباح ال 12 من سفر الرؤيا. واحنا كنا وقفنا قبل ال 11 وبعدين اخذنا ال 11 وقفنا شوية وبعدين 12. فاحنا في ال 11 فاكر ان احنا برضو اخذنا كده 10 ربع ساعة، يعني ايه، اخذنا ملخص لكل سفر الرؤيا تقريبا اللي اتقال قبل كده. فما فيش وقت عشان نقدر كل شويه نقول لك ان انتوا في التالي فاكرين يعني احنا قلناه قبل كده، او يعني الخلاصه او مقدمه سفر الرؤيا. لكن يعني احنا برضو ممكن نتكلم كده في وكده في دقيقه. سفر الرؤيا هو عباره عن رؤيه يوحنا اللاهوتي لما اتنافى في جزيره باطموس، شاف المسيح في عرشه، شاف السبع كنائس. وقلنا فصلنا السبع كنائس، قلنا هي السبع كنائس في تاريخ الكنيسه من اول ما المسيح صعد لحد نهايه الكنيسه. قلنا ايضا بعد كده برضه شاف برضه المسيح تاني في عرشه وحواليه القديسين والمسبح. وبعدين شاف سفر مختوم، وقلنا سفر المختوم ده قالوا ان مفيش حد يقدر يفتح خطومه الا ايه، الخروف. فالخروف ده هو المسيح، هو اللي ايه، هو اللي فسر الخطوم السبعه، هو اللي اتجسد، هو الوحيد اللي قدر يتجسد، هو اللي فسر وختم، أو هو اللي فسر وفتح الخطوم اللي هي الخطوم اللي هي بيها تجسد وبيها تأنس وبيها صلب وبيها قام. وبعدين فتح السبع خطوم وبدأ يشرح للقديس يوحنا إيه هي السبع خطوم. أنا برضه السبع خطوم دي عبارة عن برضه هو عبارة عن المراحل اللي هيحصل لها الكنيسة. وبعدين فتح الخطوم ورأى كل ختم هيعرف إيه اللي حصل. أيضا في هناك سبع أبواق، وقلنا إن دي إنذارات، الخطوم دي تفاسير، انذارات، سبع ابواق انذارات وتاديبات عشان الناس ترجع تاني للمسيح. اخر بوق نهى الملك وشوفنا منظر المجيء التاني، الملك على الارض وشوفنا منظر المجيء التاني. لكن لسه في امور هيشرحها برضه. الاصحاح 12 هنطلع تاني في السماء، هيشرح كده شاف حاجات في السماء جميله قوي. فبيقول ايه في اوله؟ بيقول وظهرت ايه عظيمه في السماء. احنا خلصنا كده ايه؟ البوق السابع. اخر بوق كان اللي هو كان ايه؟ في اللي هو بقى خلاص مجيء التاني. طبعا ده لسه ما حصلش على الارض، يعني احنا قلنا لسه بقى في كام كده بوق لسه ما حصلوش، او احنا فيهم دلوقتي يعني السادس السابع، احنا في اخر خامس او السادس يعني. بعد كده يجي بقى يطلع تاني، يطلع تاني السماء او هو في السماء يعني بيشوف بقى منظر تاني، يقول وظهرت آية عظيمة في السماء. شاف آية عظيمة في السماء، آية يعني معجزة. امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. منظر جميل أوي شافه. طب احنا كده إيه؟ طبعا سفر الرؤيا رؤيا عشان برضه في كام آية كده هنكونفيوز يعني هنقلق، مش هنقلق، هنتلخبط. ساعات يتكلم على الحاضر، لكن في بعض الوقت يتكلم على إيه؟ على حاجات في الماضي. هي الرؤية كده، حاجات يفسرها له حصلت في الماضي يفسرها له، وفي حاجات بيقولها له على اللي هيحصل في الحاضر. فهنا دي مش الكلام ده مش بعد المجيء التاني، لا ده هو شافه، هو قال هو 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 بيديله نبوة على المجيء التاني. لكن بقى بعد ما اداله النبوات بيقول بقى وشاف منظر غريب جدا. شاف ايه؟ آية معجزة، حاجة حلوة، حاجة جميلة. شاف آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس. سبب الشمس يعني ايه؟ يعني لمسه الشمس، حواليها الشمس. والقمر تحت رجليها، في قمر تحت منها. وعلى راسها اكليل من 12 كوكبا. طب ايه الكلام ده؟ دي ليها تفسيرين. اول تفسير ان المراه المتسربله بالشمس دي للعذراء مريم. وفي تاني تفسير هي الكنيسه. هنقول التفسيرين، والتفسيرين يمشوا، التفسير مظبوط. العذراء هي المرأة المتسربلة بالشمس. الشمس هي الشمس هو المسيح. تملي أي كلمة فيها شمس هو شمس البر. فتملي الشمس هو إيه؟ هو سيد المسيح له كل ما. طب متسربلة بالشمس يعني إيه؟ يعني واخدة جواها الشمس، واخدة وخارجها الشمس، يعني المسيح إيه؟ فيها، حواليها. فالعذراء تمشي، يعني العذراء هي جواها المسيح، المسيح المتجسد، المسيح بلاهوته وناسوته الإله. والعذراء هي أجمل أيقونة في الكنيسة. كلنا بنشوفها
وبنتشفع بيها بناخدها في حياتنا ونتمنى كلنا نبقى في جمال العذراء. العذراء بتمثل اجمل نفس البشريه. يعني المسيح لما لقاها اجمل واحده في فضائلها في جمالها فحب ان يسكن فيها. العذراء هم الكنيسه كلها. ويوم هو هيكون هي العذراء هم الكنيسه وهي ايقونه الكنيسه. ممكن تكون العذراء زي ما قلت لحضرتك ممكن تكون الكنيسه. من هنا احنا تمام تشوفوا صوره العذراء في صوره كده للعذراء بنفس المنظر اللي شاف يوحنا بيه. ان هي واقفه فوق القمر تلاقي القمر كده تحتها وفي كده تاج وحواليها المسيح كده في بطنها. شوفوا كده مش في صوره العذراء كده العذراء ودايب المسيح كده في بطنها ها المسيح الإله وتحت منها القمر. نفس الفكره اللي شافها القديس يوحنا متسربله بالشمس. شمس ايه؟ شمس المسيح. زي ما القديس او موسى النبي راه في العليقه مش نفس المنظر ده بس موسى راه ايه؟ شجر وفيها المسيح. نفس الايقونه دي شجره وفيها العذراء ونار حواليها شمس حواليها شمس ايه؟ شمس المسيح. ففي ايقونتين العذراء في دي تفسر سفر الرؤيا وفي ايقونه ثانيه احنا بنشوفها العذراء كده جميله وتحت منها القمر وفي بطنها المسيح شمس البر وفيها تاج وفي التاج ده فيه 12 ايه؟ 12 اكليل. والاكليل ده فيه 12 كوكب. والاكليل ده اللي فيه 12 كوكب ايه 12 كوكب؟ 12 كوكب دول حاجات كتيره قوي في لها كذا تفسير. تفسير يقول ان في 12 دي 4 في 3 فأربعة كل العالم يعني أربعة دي أركان العالم كله مضروب في ثلاثة. ثلاثة هم إيه؟ هم المؤمنين الثالوث القدوس الثالوث أبو الروح القدس أو اللي بيعمل فيهم الروح القدس ثلاثة أو اللي ليهم القيامة من بعد الموت ثلاثة أبو ابن الروح القدس. هذا ال 12 دول ممكن نفسرهم زي ما فسرنا قبل كده ال 12 على 12 ده تعلق بإيه؟ بأسباط بني إسرائيل كانوا 12 كنيسة العهد القديم كانوا 12 وكنيسة العهد الجديد كانوا ايه؟ 12 فبقول 2 1 12 والعذراء أمهم كلهم كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. فالمنظر جميل جدا منظر جميل جدا. ويمكن برضه دي زي ما بنقول في الترنيمة الجميلة يا مريم بكر يا مريم بكر فوقت الشمس والايه؟ والقمر. ها نفس الكلام يعني فوقت الشمس طبعا مش شمس المسيح فوقت الشمس نور الشمس يعني والقمر. اللي يثبت التفسير ده برضو عندنا في سقطوكاس مسؤولية الخميس تقول أنت المرأة المتسربلة بالشمس ويوحنا القمر و12 كوكب 12 تلميذ 12 أنت المرأة المتسربلة بالشمس متسربلة بشمس المسيح ويوحنا القمر أو الكنيسة القمر وأنت و12 كوكب 12 تلميذ. أيضا ممكن تبقى الكنيسة يعني إذا أخذنا المرأة العذراء ماشي ممكن ناخد بعض الكنيسة. الكنيسة كنيستنا هي كنيسة إيه؟ هي نفس بشريه. فاكرين في نشيد الاناشيد ها سليمان شبه الكنيسه بالعروس نفس عروس والعريس بايه؟ ها ربنا يسوع المسيح بالعريس شمس البر. فممكن برضه تكون دي منظر الكنيسه. طبعا التفسير الاول ده مش بيحب اقول لاخوه البروتستانت عشان يعني احنا كده من ايه؟ بنرفع عذراء مريم دول بقى ايه؟ يعني حد شافها وهي محاطه بالشمس فما يحبوش يحبوا بقى ايه الثاني يعني اللي هي الكنيسه. لكن الاثنين يمشوا الاثنين يمشوا. فهي هي برضه الكنيسه الكنيسه برضه هي شمس منوره هي 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 مرأة نفس حواليها المسيح من كل ناحيه شمس البر. ايضا حواليها تاج لان هي تاجها ال 12 تلميذ عليهم الرسل. ايضا القمر ها قمر اللي هو الكنيسة برضه وهي بيستمد نورها منين؟ من الشمس. يعني الاثنين يمشوا. يقول ايه؟ يقول وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة بثلج. لو اعتبرنا ان دي الكنيسة هي حبلى. حبلى، الكنيسة دي أم ولود. كل يوم بتجيب لنا أولاد. كل يوم بتجيب لنا ناس. كل يوم بتجيب لنا مؤمنين. ما فيش أبدا في يوم الكنيسة بعد شهر تكون ميتة. الكنيسة على طول ايه؟ عايشة. عايشة عايشة في حياة في حياة ازاي؟ بوجودها. عشان كده الكنيسة منذ الأزل وإلى الأبد
الكنيسه كانت فكره ربنا منذ الازل. قول يا رب ما تقلقش يا ابونا العدد قل سيبين الطهد. مش هي مش بالعدد، هو مش بالعدد، لكن هو بالايه؟ بالايمان. يعني رقم واحد بالايمان، رقم اثنين اللي بيخش الكنيسه يكون قوي بربنا. طب هي حبلة عن ايه؟ يعني على طول فيها حياه. فيها حياه بتجيب ايه؟ بتجيب ولاد للمسيح. تصرخ متمخضه ومتوجعه لتلاته. يا ابونا طب الكنيسه كده متوجعه رقم؟ طب الكنيسه متوجعه. وابائنا الرسل كانوا متوجعين. والابائنا البطاركه كانوا متوجعين، والزتير متوجعين. متوجعين ليه؟ خايفين على ولادهم من الشيطان. حتى القديس بولس في غلاطيا يقول ايه؟ يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. مش كده بولس كده يقول يا اولادي الذين ايه؟ اتمخض بكم. يعني ايه؟ يعني كل شويه يتمخض يتوجع. يتوجع ليه؟ لان في ناس سابت ربنا، في ناس مش عايزه تخش المسيح، في ناس في الخطيه وهكذا. فبيتمخض بيتمخض، يعني بيتوجع وجع الولاده لحد لما يتوبوا او لحد لما يخشوا الكنيسه، الى ان يتصور المسيح فيهم. لما بولس الرسول ده واحد من الرسل بيمثل الكنيسه، فالكنيسه كلها بتتمخض لالام ولادها. امتى الكنيسه تتعب؟ لما ولادها يتعبوا. مش في الاضطهادات، طبعا في الاضطهادات عشان الظلم، لكن كمان يتعب الكنيسه اكتر لما ولادها يروحوا بعيد عن ايه؟ عن ربنا. فهو شاف الكنيسه دي او شاف المراه دي، هو شاف ده يوحنا بقى شاف كده، شاف واحده واحده في السماء. ايه عظيمه الايه دي، حلوه قوي يعني الايه دي مهمه قوي. شاف واحده في السماء متسربله بالشمس والقمر تحت رجليها، يعني بالشمس والشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رؤوسها ايه؟ من 12 كوكب. فالست دي ممكن تكون ايه؟ الكنيسه. طب الست دي بقى اول حاجه فيها ايه؟ الصفه متوجعه. متوجعه حبلى ولا حبلى، تصرخ ومتوجعه لتلت، عشان تلت. لكن اول ما تلت تبتدي ايه؟ تفرح. اول ما تجيب حد المسيح تبتدي تفرح. يبقى دي اول ايه شافها بعد ايه؟ بعد ما فتح الخطوم، وبعد الايه؟ وبعد ال بعد الخطوب كان في ايه؟ أبواق. انتوا نمتوا معايا؟ نمتوا. بعد الخطوب أبواق، بعد الأبواق شاف ده. يقول وظهرت آية أخرى في السماء. دي آية الآية اللي فاتت دي آية جميلة. آية حلوة. معجزة جميلة. الآية اللي جاية بتقول إيه؟ وظهرت آية أخرى في السماء. تنين. منظر يخوف شوية. هو ذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان. طب ايه بقى الآية دي؟ معجزة تانية. شايف منظر تاني فيه معجزة، معجزة يعني حاجة قوية، بس في نفس الوقت حاجة تخوف شوية. تنين يعني ايه؟ تنين تمام، رمز مين؟ الشيطان. عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى رؤوسه سبعة تيجان. الشيطان أصله كان في السماء وسقط. هو ذا التنين. أحمر لأن كل إيديه وكل منظره دم. ليه؟ أنا بيموت الناس، مش موت جسدي ولكن موت ايه؟ موت روحي. فرمز على ايه؟ على اللي بيعمله هلاك البشر. كمان الدم رمز للهلاك، فبيهلك الناس. فشاف تنين احمر لو سبعة رؤوس. طب هذا التنين، هذا الشيطان، رمز للشيطان، وقع ناس كتيره ولذلك كله دم. لو سبعة رؤوس، سبعة رؤوس يعني ايه؟ سبعة رؤوس تمام، رقم سبعة رقم الكمال، الكمال في أي شيء، فالكمال في الشر. سبعة رؤوس يعني ايه؟ تملي راس تعني ايه؟ المعرفة. تملي العقل المعرفة. ها؟ لو راسك دي يعني فيها كده حاجات مش حد يقولها، مخك ده دماغك، دماغ دماغ ده دماغ. فبقى عنده سبع دماغيخ بقى، والشيطان يعني سبع دماغات. فسبعة يعني رمز ايه؟ رمز للكمال الايه؟ السنيكي، واحد سنيكي، حتى السنيكي جاي من سناك يعني تعبان. فهو ايه؟ هو له سبع رؤوس يعني حكيم غويط خبيث، وله عشرة قرون. قرون قرون رمز للقوة، والقرون قرن يعني قرن زمن. فعشرة قرون يعني ايه؟ عشرة قرون برضه كمان يعني منذ البداية كان شيطان لحد النهاية شيطان. يعني مفيش وقت من الاوقات الشيطان هيخف عنها.
ممكن يكون خف شويه بس برضه صعب، 7 رؤوس و10 قرون. وذنبه يجر ثلث نجوم السماء. أنا عديت حاجة؟ لا أنا مش صعب. وذنبه يجر ثلث نجوم السماء. التنين ده شفنا شكله إيه؟ أحمر له 7 رؤوس و10 إيه؟ قرون. ديله ديله لسه السبع تيجان. وسبع تيجان، أنا مش سبع أخطيت. سبع تيجان، سبع تيجان يعني بمعنى إن هو في ملوك في الأرض هيمشوا وراه. ما هو التاج ده رمز الإيه؟ رمز الملوكية. فهنا في 7 اتجاه يعني برضه ملوك الأرض يعني برضه كمان عدد الكمان هيمشوا معاه. هيقوموه أو هو هيقويهم. فبتدل على إيه؟ على الناس المؤمنين. يعني بيتحكم في الملوك. بيتحكم في الملوك، الشيطان يتحكم في الملوك. وذنبه ديره يجر ثلث نجوم السماء. يعني ايه الكلام ده؟ تملي التنين خطورته في ايه؟ في ديله. فديله يعني شره. طبعا هنا بقى في حته كده ايه معزيه سنه يعني. يجر ثلث نجوم السماء يعني ايه؟ تملي لو الناس المواظبه معانا في التفسير تملي ما يقولش كل النجوم كل الناس، يقول ايه؟ ثلث جزء. ده يثبت انه مش هيتوه كل الناس، لكن هيتوه ايه؟ جزء منهم ثلثهم. نجوم السماء الناس اللي هم نجوم كويسين يعني ناس روحيين نجوم ناس نجوم قدسين للاسف الشديد. يعني في ناس هتمشي وراه فطرحها الى الارض. شوف نجوم وعشيطات القناصر اللي كانت كده وطرح من الارض. فطبعا ده حقد. فعايز يعمل ايه بكل قوته ها بكل سلوكه بكل حكمته 7 رؤوس ها بكل تيجانه 7 تيجان استخدم كل الملوك بكل وقته 10 قرون. عايز يعمل ايه؟ عايز يطرح الناس الكويسين زيه. هنا يطرح على الارض مش قصده يعني ادم وحواء لما تروح على الارض، لا هو طرح كمان ادم وحواء دي برضه مش ادم وحواء، لكن قصده ايه؟ قصده احنا 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 المؤمنين عايز يطرح على الارض. الارض اللي هي الخراب مش الارض الطبيعيه، الارض الخراب. والتنين موقف امام المراه العتيده ان تلد حتى يبتلع ولدها ما تولدت. هنا صورة يعني صورة تورينا قد إيه الشيطان قاعد مستني. تخيلوا أنتوا بقى دي ممكن برضو يعني ممكن واحد يتخيلها كده. الشيطان واقف عند المعمودية. كل واحد يخش المعمودية يقول بس ها هتبقى كويس ولا هتبقى كويس، أنا عايزك عايز أجيبك. شوف يقول لك إيه؟ والتنين وقف أمام المرأة العديدة. المرأة دي ولا الكنيسة أو أمنا العطرة اللي بتجيب الولاد الحلوين الكنيسة. أول ما تشوفها تلد يبتلع ولدها متى ولدت. يعني عايز يبتلع ولدها متى ولدت. صورة قوية اللي بيعمله الشيطان فينا. الشيطان تملي حارب ولاده أقوياء روحيين ما يسيبهمش أبدا. وقف أمام المرأة، خلي بالكم من الآية دي، وقف أمام المرأة العتيدة. المرأة العتيدة يعني برضه حاجة معزية. المرأة العتيدة يعني المرأة القوية مش أي حد. دي الكنيسة ها اللي إيه؟ بتتمخر عشان ولادها، بتتعب جدا عشان ولادها. طب هو قاعد برضه بيعمل ايه؟ واقف قدام. دي برضه تورينا حاجه مهمه جدا، تورينا ايه؟ ان في حرب في السماء ما بين الشيطان والكنيسه والقدسين، وبعدين الملائكه، القدسين حاسين بينا وعمالين يصلوا لنا، وهو قاعد عمال ايه؟ يغل عشان ياخد ولاده. طيب المراه دي ولدت ايه؟ ابنا ذكرا عديدا. أن يرعى جميع الأمم بعصم الحديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. الأم دي ولدت إيه؟ ذكر. الآية دي تثبت إن تمشي برضه مين هي الست؟ العذراء. يعني بعد يقول لك لا هي الكلام على الكنيسة أهو بس لا برضه تمشي على العذراء. ليه؟ مين اللي ولد ابن ذكر؟ العذراء. عديد قوي يرعى جميع الإيه؟ الأمم بس بعصم إيه؟ من حديد. واختطف أي ولدها. يعني إذا كنا بنفسر الآيات دي كلها علينا إحنا فالمسيح مش هيسيبنا. إذا كنا بنفسرها على آدم وحواء فالمسيح ما سابش آدم وحواء. إذا كنا بنفسرها على العذراء تمشي على العذراء. أولاد المسيح. إذا كنا بنفسرها على الكنيسة وماتوا تمشي برضه الكنيسة. الاثنين يمشوا. فيقول لك إن هذا الإنسان ولد من هذه المرأة.
ومش جاي علشان يرعى بس الامم ستيرعى بني اسرائيل، لا هو جاي منهم، لكن جاي عشان يرعى ايه؟ جميع الامم. يعني معنى كده برضه الايه دي تورينا المسيح على كل مجد عندما جاء، جاء عشان ايه؟ يختطفنا من الشيطان اللي حطنا تحت ايه؟ تحت نيره. لكن بقوه الصليب المسيح اخذنا كلنا منه مره ثانيه، لانه كان معاه عصم من ايه؟ من حديث الزوجين. واختطف ولدها الى الله والى عرشه. اختطف ولدها من ادم وحواء وكل الناس لادم وحواء الى الله والى ايه؟ والى عرشه. والمراه هربت الى البريه. خلي بالك تقول الكلام، بص تمام الرؤيه كده تتكلم في ايه؟ حاجه معينه وفي حاجات عامه كتيره في المستقبل وفي الماضي، وتجينا حاجه كمان في الماضي لما الملاك ميخائيل هزم الشيطان. لكن هي بتتكلم ايه؟ والمراه هربت الى البريه. ايه اللي حصل؟ المسيح بعد ما جه انقذ ادم وحواء في الايه دي فولدت ابنا ذكرا عديدا. مش حتى في 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 المزمور يقول ايه؟ سني فاعطيك الامم ميراث فترعاهم من ايه؟ بعصا من حديد. مش المزمور بيقول كده؟ فهنا بيتكلم على المسيح اللي جاي بعصا من حديد علشان يخطف ولدها الى الله والى عرشه. هيزنح. بيتكلم على ادم وذريه ادم. وبيتكلم على كنيسته. طب الكنيسه دي عملت ايه بعد المسيح؟ الموجودين لسه على الارض لك هربت الى ايه؟ الى البريه. حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. طب ايه الكلام ده؟ البريه هنا تعني ايه؟ تعني بريه العالم. يعني ايه بريه العالم؟ يعني احنا الكنيسه ما ينفعش تعيش جوه العالم. احنا عايشين هنا فين؟ في بريه العالم. مش في العالم. فدول ايه الفرق؟ اقول لك فرق كبير. الفرق بين بريه العالم والعالم. اقول لك بريه العالم تعني حاجه مهمه جدا. انك تعيش في العالم لكن العالم ما يعيش ايه؟ جواك. فاحنا نحس ان احنا مقطوعين من العالم. لكن احنا في العالم. يعني ما ينفعش واحد يقول يا ابونا انا العالم تعبني، اقول له لا انت الكنيسه مش في العالم. الكنيسه في بريه العالم. يعني بعيد عن العالم. انت تنزل تروح تشتغل مالكش دعوه بالشيطان، تروح تشتغل تبقى مع الناس تحبهم وتيجي هنا الكنيسه عشان تبقى في بريه العالم مش في العالم. فهي هي يقول لك المراه هربت الى البريه. احنا في العالم ايوه. بس ممكن ما يكونش ليك اي اتصال بالشيطان. اذا ايه؟ اذا ما خليتش العالم يعيش جواك. احد القديسين قال الشيطان ده والتنين ده بعد الصلب المسيح ربطه. بس ربطه ده ايه؟ طويل شويه، سلسله كده كبيره شويه. لو انت الشيطان قلت الشيطان بيحكي عليا، هو الشيطان ما جالكش حتى، انت اللي عملت ايه؟ رحت لحد الدايره بتاعته، فجي عليك فهب فيك، طب ما تسيبوك زي كلب صعب. طب ما انت رايح له ليه؟ خليك في بريه العالم، او خليك في البريه. اهرب، اهرب لحياتك. في آية جميلة جدا أنا ربنا لوط. فاكرينها؟ قال له اهرب إلى إيه؟ لحياتك. وخالد بن سدوم، يعني اهرب لحياتك؟ حياتك الروحية. إيه اللي معيشك هنا؟ إيه اللي مقعدك هنا؟ طب أنا قاعد، يقول لك قاعد، اقعد اقعد بجسدك. لكن فكرك رجع بالعالم. ما يأثرش فيك العالم. ودي كانت وعظتي من حد الكنوز. حد الجاي. هي إيه الكنوز؟ ايه الكنوز التي لا تفنى؟ تتكلم فيها حد جاي. فنفس الفكره هنا. انت عايش في العالم، عايش في العالم. الخليج من التورتين مش الشيطان يضحك عليهم. يقول لك والمراه هربت الى البريه. بريه ايه؟ بريه القوانيه. بريه الربان. بريه الروحيات. بريه المسيح. حيث المن والسلوى. حيث جسد الدم. حيث الاسرار. حيث ريحه البخور. الايقونات. حيث المرأة المتسربلة التي تتمخض عشان ولادها تشوفهم في كنيستها وتبقى مبسوطة. فلما المرأة هربت البرية حيث لها موضع معد من الله. شوف ربنا أعد هذا الموضع منذ إيه؟ منذ الأزل كان فكر الله. لكي يقولها هناك يبقى ما سبناش. حضرتك يقول لها ربنا ساب الكنيسة يا حبيبي ربنا في الكنيسة. يقولها هناك 1260 يوما. إيه 1260 يوما؟ فاكرين 1260 يوما دي تلات إمتى؟ تلات سنين ونص. ها؟ فاكرين تلات إمتى؟ إيليا. في زمن الضيقة، مش في إشارة زمن الضيقة، لما جت قبل كده من شوية في زمن الضيقة، يقول لك إنها كانت 1260 سنة، نفس الفترة، ها؟ نفس الفترة، مين اللي يقولها هناك؟ الخدام 1260 يوما، زمن الضيقة، هيقولها في البرية. بعد كده يقول وحدثت
حرب. اهي بص، بيجيب من الماضي اللي شايفه للحاضر. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. يعني اللي حصل ده كان من زمان، بس كانوا شايفينه. فاهمين المنظر؟ لما ميخائيل حارب الشيطان ونزله، ده كان زمان، بس يوحنا شافه، وشافوا ايه دور الشيطان والتنين على الارض بعد ما ايه؟ بعد ما الملاك ميخائيل ايه؟ حاربوا ووقعوا. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحاربوا التنين وملائكته، ولم يقوا. مين ما تقووش؟ الملائكه. الملائكه الشياطين. فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، خرجوا بره، خرجوا بره. عشان كده هما ايه؟ في صراع لحد النهارده ما بينهم وبين ولاد ربنا، ولاد الملائكه. ليه؟ عشان عايزينهم وعايزين يجيبوا اكبر ايه؟ اكبر عدد. المعركه دي كانت بين الخير والشر، بين الكنيسه والعالم. والسين لحد النهارده في حرب بين الكنيسه والعالم، ملائكه الخير والشر. لكن مين هيقوى؟ الكنيسه. الكنيسه بتمثل ايه؟ الخير. والعالم بيمثل الشر، الشر بيمثل الشر. تقول يا ابونا بس تملي الشر، يعني بيبان انه اكتر واقوى، ولا بيبان كده؟ بيبان كده، لكن في الحقيقه هو يشوف، شوف شوف الشر، شوف الشر قال عليه ايه؟ شوف 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 وصفه ازاي؟ 7 رؤوس، ها؟ 7 تيجان، و10 قرون، شوف منظره، تنين، حاجه صعبه جدا، لكن ده منظره، ده منظره شكله، لكن في الاخر ايه؟ ملاك ميخائيل واحد بس، رئيس ملائكه. يعني هو كل ملائكته اللي مع كل ضامته. طب انت هتخاف من ايه؟ يعني الشكل ده صعب جدا، لكن في الاخر يديك ايه؟ انتصار. مين اللي معاه انتصار؟ ملاك ميخائيل. انت مع مين؟ انت مع المسيح لو كلمت وملائكته، ما تخافش. الشيطان ايضا هزم في الحرب. في حرب ايه؟ في حرب الصليب. شوف صليب. ده المسيح بضعفه غلب الشيطان، بضعفه. طبعا بقوته. يعني ضعف المسيح قوة ملهاش أول من الآخر، ضعف المسيح، فبالك قوته. أيضا برضه الآية دي بتخلينا نحس إن في معركة ما بين الملائكة والشياطين. في معركة غير منظورة على فكرة، يعني إحنا كده في معركة غير منظورة علينا، مش شايفينها. ويمكن ده نفس الفكرة اللي إليشع النبي وراه إيه لتلميذه. جاهز فاكرين لما قال له إيه؟ قال له كان في حرب. فقام جاهز قال له يا نهار ابيض يا ليشع، ايه ده؟ اعداد الاعداء، اعداء اعداد الاعداء مهوله. قال له احنا شايفين اعداد الاعداء، لكن اللي معانا ايه؟ اكتر. معانا مين؟ ما عندناش حد. قال لا، في ملائكه، في ملائكه. قال له ربنا يفتح يا رب ايه؟ على عيني ايه؟ الغلام. ما شايف، احنا مش هنشوفه، لكن مين اللي شايف؟ القدس يبقى. ففي ملائكه. مش عارف، عايز اقول لكم حاجه بس يعني انا ما اعرفش، ما دققتش بيها، يعني ما دققتش منها وما حبيتش استفسر عنها جامد. يعني كان في ام انا معصب فيها، يا رب انتها بنت حلوه جدا جدا. قلت لها يا ابونا، بنتها كان عندها 10 سنين. قلت لها يا ابونا، شافت ملاك والهيكل لفتره. طب انا ما بشوفش الحاجات دي، هم ما بشوفهاش بس يعني. قلت لها ممكن. قالت له اقعد معاها، قعدت معاها بس ما سالتهاش السؤال ده، شفت معاها ما رضيتش اسالها. فبنت صغيره شافت ملاك. أنا أثق في البنت، بنت حلوة خالص، بس أنا ما أقدرش أقول بنت جميلة، وبنت يا ربنا كان في حاجة كده وعايز حد يعزيها الظاهر يعني. فشافت ملاك جوه الهيكل. قلت يا ولا في ناس أكيد هتشوفك، إحنا مش هنشوفك، لو في هنشوف. لأن ربنا مش بيورينا، دي حاجات غير مرئية. يعني مش طبيعي إن إحنا نشوف. لكن في كنيسة فيها ملاك أطعم في ملاك. الهيكل فيه ملاك أطعم في ملاك. وفي ناس بيتخانقوا علينا، في ناس. وفي ارواح بس في كنيسه يعني بتخاف عنها بره سنين، اي غلطه عشان ياخدك. كل ده موجود في الكتاب المقدس، كل ده موجود في الكتاب المقدس. ففي في 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 معركه ما بين الملائكه القديسين وبين الشياطين. فبالك ان المعركه دي مين اللي انتصر فيها؟ ميخائيل. والسيل هذا ميخائيل بينتصر، بس امتى؟ لما تمسك بالمسيح وبقوه المسيح، تمسك في الصليب. يبقى اذا في الذين معنا اقصى الذين علينا. تملي، خلي الايه دي في بالك، الذين معنا اقصى الذين علينا. امتى؟ تمسك بالمسيح. وفاهم ولادك كده، طول ما انت ماسك المسيح طول ما انت ايه؟
متحصن. قلت له انت ماسك المسيح ده بقى متحصن. قلت له انت كويس وحلو ماشي بقى ما تخافش من اي حاجه. وفي الاخر حتى لو انت رحت كده حته بعيده شويه ده في قدسين بيصلوا من اجلك وفي ملائكه بيصلوا من اجلك وفي ناس كتير بيصلوا بس ما تسيبش ارادتك. يعني الصوم الكبير ده بيعلمنا كده ان الواحد مهما راح لو في بس ماسك ربنا شويه ربنا هيجيبه تاني حتى لو ارادتك مغلوبه عليه. يعني زي النضال زي المراه السامريه زي المفروض 38 سنه ارادته مسلوبه لكن بكلمه واحده ارادته رجعته حتى لو كنت اعمى يعني حتى لو انت كلك شهوات وموجود بيها لكن في الاخر ايه؟ ربنا بيفتح. بس كل فكره فين؟ احنا نمسك في الصليب ونمسك في المسيح. بعد الايه الجميله دي وعصفوره في السماء خيل وملائكتهم حربوا التنين وحرب التنين وملائكتهم ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد سلف السماء خلاص مشوا. امتى يا رب بقى؟ يعني ايه؟ تبعدنا عن كل المعارك دي والشياطين. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو ابليس والشيطان الذي يدل العالم كله طرح الارض وطرحت معه ملائكته. شوف قوته الهائله ها ضخم يرعب. فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو ابليس والشيطان الذي يدل العالم كله قوته ضخمه جدا امر بالحاله دي ما يعني له خبره طويله جدا في الخداع يمكر ويخبص عنده اكسبيرينس احنا مش قده ابليس المفتري عليه لكن ابليس المدعو ابليس ها بنقول عليه ابليس يعني ظالم والشيطان الذي يدل العالم كله طرح الارض وطرحت معه ملائكته. يعني هنا ملاك بخيل طرحه عشان كده الشيطان هو ايه؟ هو ملك الايه؟ ملك الارض. يعني الارض كلها بتاعت ملك الشيطان. عشان كده لما جاب المسيح على الجبل قال له ايه؟ اسجد لي وانا هديك كل الملك دي، ما هي فعلا كل الملك دي بتاعته. كل الملك دي بتاعته، الارض مش بتاعتنا احنا، الارض بتاعت الشيطان. علشان كده برضه في ايه تقول رايت الشيطان نازلا كالبرق، المسيح رايت الشيطان نازلا كالبرق. نزل امتى؟ نزل مع المخيل ونزل على الصليب. ها كل دي هزيمه منكره. القديس بولس في الكنيسه يقول ان المسيح جرد الرياسات والشياطين انتهارهم انهارا سافرا بالصليب. هو بيتكلم على الملاك مخيل لما انهزموا وبيتكلم ايضا على ايه؟ لما طرح في ايه؟ في الصليب. اخر بقى طرح ليه بقى؟ في المجيء التاني لما يخش فين؟ ها؟ في النار المعدة له. النار المعدة لابليس واعوانه. دي اخر بقى هزيمة. وسمعت صوتا عظيما قولا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح المشتكي عليه اخواتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا. سمعت صوت دي برضه الايه دي معزيه جدا. سمعت صوت في السماء صار خلاص بعد الصليب خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. ها مش قال في الاول خالص ان المرأة دي هتجيب لنا ولد ها في ايده قضيب من حديد هيهزم الشيطان او خلاص هزم الشيطان. وسمعت صوتا عظيما كان في السماء الان صار خلاص الهنا لكل بقى صار خلاص دي يعني نسمعها كتير يوم الجمعه العظيمه في اسبوع الالام صار خلاصا الى الابد وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح المشتكي على اخواتنا. ها عمال يشتكي علينا الوحشين اللي مش كويسين اهو شوف انا اخدتهم معايا شفتوا انا اقدر اخدهم معايا مشتكي عليهم امام الهنا نهار الليل عمال ايه اخطيت يعني سوري يعني في اللفظ عمال ربنا ايه بص ولادك بص انا اهو اقدر اخد ده زي ما مع ايوب اقدر اخد ده مشتكي علينا لكن طبعا دم المسيح يغفر كل خطيه عشان كده عندنا الباراكليت المدافع عنه يدافع عنه لا انا دفعت الدين بتاعه
بس اهم حاجه ايه؟ انك تقف قدام المسيح، اهم حاجه انك انت ايه؟ انك تتوب. تقول يا رب انا خاطئ. بس طب خاطئ، انت عملت عشان خاطئ، قول بس انا خاطئ، ودم المسيح في كل خطيه، خلاص. ما اقدرش اشتكي عليك، يجي يشتكي عليك يجي البرابيط المدافع عنك، يقول لك لا ما انا دفعت الدين بتاعك، انت عايز ايه؟ مين اللي دفع؟ يقول له الابن دفع. فاهمين الفكره؟ يعني يجي الشيطان يشتكي علينا. يا خاطئ بص عمل ايه؟ بص وعايز عايزنا يبقى في حرب. فيجي البراقليت اللي الروح القدس يقول لا ده ابن معموديه، ده ابننا. طب هو الدين فين؟ هو دفع مش ربنا، هو مش ربنا حافظ، مش ربنا عادل. مين اللي دفع الدين بتاعه؟ يقول الابن دفع الدين بتاعه. عشان كده المسيح هيفضل علامات الصليب في ايديه حتى لحد ما نشوف السبب الجراحات كلها موجوده فيه. عشان لو عادي الدين اهو. طب بس يقول له اه هو اعترف بخطيته. وهم غلبوه بدم الخروف. ما هو قال بقى في الايه 11 وهم غلبوه. مين اللي غلبوه؟ مين غلبوه؟ احنا. غلبناه بايه؟ بدم الخروف. وبكلمه شهادته نؤمن بالمسيح، دم المسيح يغفر كل خطيه. وبالتوبه. ولم يحبوا حياته حتى الموت. فاهمين الايه؟ فاهمين الدنيا متركبه ازاي؟ يعني هم غلبوه. وهم غلبوه بدم الخروف. يجي يشتكي على الاول ما غلبوه بدم الخروف. عايز ايه؟ الدم بيغفر كل الخطيه. وبكلمه شهادتهم ان انا بقول المسيح ابن الله. انا هو المسيح ابن الله. ولم يحيوا او لم يحبوا حياتهم حتى ايه؟ حتى الموت. يحبوا حياه الخطيه حتى الموت. في حياه تقوى. في حياه اعتراف. ها؟ في ايه؟ في اسرار. نكمل ولا فاكر؟ هنبقى يعني ممكن نخلص وبعدين ناخد الجزء اللي جاي المره الجايه. تعبت. او ما فاضل ثلاث ايات صغيره ناخدهم عشان نخلص الايه. من اجل هذا افرحي في السماوات. جميله قوي الايه دي. السماء تفرح ليه؟ بخاطر حياته. احنا دم الخروف غلبنا الشيطان. مين اللي يفرح؟ السماء. وحبينا ربنا اكتر من العالم. وشهدنا له. مين اللي يفرح؟ السماء. افرحي في السماوات. عشان بس الناس اللي تيجي تقول ايه؟ يا بونا السماء والشفاعه، طب ما السماء شايفانا وعارفانا يعني. ده حاسين بينا. دي افرحي ايها السماوات والساكنون فيها. ليه؟ عشان احنا غلبنا دم الخروف. كل واحد ينزل في المعموديه ويغلب بدم الخروف الشيطان ويقعد الشيطان نفرح ونزارته ونقول يا سلام، مش على الارض بس، لا اخوان في السماء يفرحوا. لو الاكسيوس مستحق او لو بنت اكسياس مستحق. مستحقة أو مستحقة السماء. وكل واحد يخرج من عند أب اعترافه معترف بخطاياه بيجدد دم الخروف فيه. هم غلبوا دم الخروف. يقول أكسيوس 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 أنا قايل كده أعملها كده طقس يعني بس صعب. كل واحد بعد ما تفرح أكسيوس 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 مستحق. غلبوا من أجل هذا افرح إلى السماوات. والساكنون فيها كل الساكنين فيها مش المسيح بس كل القديسين كل اللي سبقونا في السماء في الفردوس شافوا ان احنا تبنا يفرحوا بينا. ويل ساكن الارض والبحر لابليس نزل اليكم وبغضب عظيم عالما انه لا زمان كل ليه بس كده احنا ماشيين كويس بقى دي بقى الحته بقى المتعبه دي بقى تخوف بقى. ويل ساكن الارض. بس مين ساكن الارض؟ مش المختلف بعد العالم. ساكن الارض اللي في العالم. لكن اللي في البريه هم مغتربين عن العالم. احنا مغتربين. فهنا يقول لك ايه؟ ويل اللي ساكن الارض. اللي بيحب الارض، اللي ماسكين في الارض، والبحر، البحر هنا ايه؟ تملي رمز البحر ايه؟ العالم الايه؟ الموج. العالم الشرير. لان ابليس نزل اليكم. من اول ما نزل يوم الملاك ميخائيل هزمه ومن ساعتها هو ايه؟ في حقد على اولاد ربنا. حقد غير عادي. وغضب عظيم عالما ان له زمن قليل. يعني ايه زمن قليل؟ يعني وقت صغير عايز اخد اكبر عدد. يا ابونا ده بقى لنا كام سنه الملاك مخيل حارب ده يعني من هبل ادب. طب وبعدين؟ واحنا حتى بعد الصليب قد ايه؟ احنا بقى لنا في سبب ما ده وقت قليل يعني. ولا زمن محدود؟ زمن قبلنا بعد الصليب 2000 سنه وسبب محدود؟ محدود. محدود. ما هو بالنسبه لا نهائي ايه؟ زيرو. يعني حط اي ارقام. قدام لا نهائي زيرو.
لك زمن قليل، فهو عايز ياخد اي حد. ولما راى التنين انه طرح على الارض اضطهد المراه التي ولدت الابن البكر. اول ما التنين طرح على الارض اضطهد المراه التي ولدت الابن البكر. مين المراه هنا بقى؟ كنيسة. اول ما راى التنين انه طرح، اول ما التنين الشيطان طرح للارض ها وهزموا الابن على الصليب، ايه اللي حصل؟ ها بدا يضطهد المراه. عشان يجي واحد يقول مهنا اضطهادات كله بنسمع وناس عاملين يبشوا، قال لك هو جاي بنسمع كده بقى احنا معلش يعني هو راه كده ما الشيطان. فاعطيت المراه جناحي النسر العظيم. جميله الايه دي، جميله الايه دي. لكي تطير الى البريه الى مضيح حيث تعالى زمنا وزمنين ونصف زمن من وجه ايه الحي. ايه بقى النسر العظيم ده؟ النسر العظيم ده جت في خروج وتثنيه. يقول لك ايه؟ في قصه النسر دي انتم؟ ايه قصه النسر؟ النسر ده النسر الكبير ده لما يجيب كده نسر صغير فيعلمه الطيران فيعمل ايه؟ يروح واخده؟ طبعا يبقى البيبي صغير النسر الصغير مش عايز يطير. لسه صغير مش عايز يمشي، جايبه كده ما يمشي. يعملوا ايه؟ يروح ماسكه كده مع الشجره ويروح ايه؟ سايبه. فيبتدي اي كلام هيقعد يروح جاي من تحت يروح ايه؟ واخده على ايه؟ على جناحيته. ويروح سايبه تاني. مره في مره راح يتعلم ايه؟ الطير. ربنا بيعمل معانا كده. ربنا بيعمل كده. فاعطيته مره جناحي النسر العظيم. الكنيسه فيها جناحي النسر العظيم. تعمل ايه؟ اوعى تخاف. طول ما انت جوه الكنيسه، الكنيسه تعمل ايه؟ اول ما تشوفك هتقع تروح جايبه ايه؟ جناحيتها. تروح ايه؟ واخداك عشان ما تقعش بالشيطان. فما تخافش. والطياره الى البريه الكنيسه الى موضوع حيث ايه؟ زمن وزمنين ونصف زمن من وجه ايه؟ من وجه ايه؟ احنا كنا قبل كده فصلنا زمن وزمنين ونصف زمن هو ايه والازمنه. فألقت الحيه من فمها وراء المراه ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنار. النار اللي يشير بايه؟ انها مخيرات الروح القدس. فألقت الحيه من فمها وراء المراه، يعني ايه؟ هو عايز يخطف النسر ده، هو عايز يخطف البيبي الصغير ده، ها؟ عايز يخطفه. فيحصل ايه؟ ان الروح القدس والمسيح والكنيسه مش هتسيب هذه النفس البشريه. فتعمل ايه؟ تروح نازله وتروح واخداها. فرقت الحيه من فمها وراء المراه ماء كنهر تجعلها تحمل ايه؟ تحمل بالنار. ها؟ هنا ايه؟ هنا يعني ممكن ان الحيه دي تبتدي تبخ ها؟ حاجات فيها هرطقه عشان تجيب مره ثانيه ده. فيبتدي يقول لا انا ماليش دعوه بالكنيسه، انا ماليش دعوه بالبريه، ماليش دعوه بالمسيح. تبتدي تفكر بافكار ايه؟ افكار مش كويسه عشان ايه؟ تاخده مره ثانيه. فاعادت الارض المراه وفتحت الارض فمها وابتلعت النار الذي القاها التنين من ايه؟ من فمها. الارض المراه تعني ان هناك احداث تجري على الارض في العالم خارج الكنيسه. بسماح من ربنا. يعني الارض فتحت الارض فمها وابتلعت النار. اللي القاها التنين من فمه اللي هو التعليم الخاطئ، التعليم اللي مش كويس، التعليم اللي فيه هرطقه. طب ليه ربنا سمح بده؟ عشان يغربل، عشان يغربل. يغربل ايه؟ يغربل الايه؟ الكنيسه. ممكن تلاقي فيه تعليم من ايام زمان، من ايام العهد القديم، فارس وبابل والسابي وكل الكلام ده. طب فين شعب الله؟ قوي بايه؟ بتعليمه، تعليم موسى. ايضا برضه في العصر الجديد الاضطهادات والهرطقه والشيوعيه، طب فين الكنيسه؟ ما زالت موجوده. طب ليه سمحت بده؟ لك عشان الناس تتقوى. يقول لك ما كناش نتقوى، كنا زي بقى الكنيسه اللي هي ايه؟ او منظر وشكل وخلاص. لكن بالقوه دي اللي ربنا سمح بالتجارب دي خلى ان الكنيسه واذا كانت قلت في عددها لكن قويت في ايه؟ في ايمانها. فعادت الارض المراه وفتحت الارض فمها وابتلعت النهر الذي القاها التنين من فمه. التعليم الايه؟ التعليم الخاطئ. فغضب التنين على المراه وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذي يحفظون وصايا الله وعندهم شهاده يسوع المسيح. يعني بيخلص اصحاح 12 ان ربنا معانا، الروح القدس معانا، التعليم الخاطئ ربنا بيحاول ايه؟ يفهمها لنا باي شكل. ومع ذلك الشيطان مش ساكت حتى لاخر الوقت. فغضب التنين مرة تانية على المرأة. حرب موجودة موجودة موجودة، مهما عملنا موجود. تقول يا ابونا امتى هنخلص الحرب دي؟ ما
مش هتخلص الا في المجيء التاني، مش هتخلص الا في المجيء التاني. هنفضل كده على طول شغالين كده في حرب قويه ما بين المسيح والكنيسه والملائكه وملائكه المخيم، وبين التنين والشيطان وايه واعوانه. الله قادر.